بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، محدثكم الدكتور معوض بدوي. كان البعض سألني عن طريقة عمل الخطوط الانسيابية أو الفلوت شارتس على الخرائط داخل برنامج الأرك جي اس. من فترات كبيرة الحقيقة ناس كتيرة بترسمها على الكورل درو، على الباب انف، وعلى ما أعتقد، لكن هي برضو طريقة عملها على الارك جي اس سهلة جدا، مفيش اي مشكلة. كل المطلوب بس ان احنا يبقى عندنا الداتا بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها. لو تخيلنا ان احنا عندنا ادي خريطة مصر، ادي الطبقة بتاعتها، هنا عندنا ادي المحافظات، وهنا التيبل الموجود عندنا. في بيان باسم كل محافظة، وعندي هنا وليكن الهجرة من كل محافظة إلى محافظة القاهرة. فالأرقام الموجودة عندنا دي أرقام فعلية من التعداد، على فكرة 2018 جايبينها من موقع الجهاز المركزي. هنا بيقول لنا كل محافظة من المحافظات دي كام واحد جه فيها أو هاجر أو اتنقل من المحافظة وليكن سير البحر الأحمر إلى القاهرة. وفيه برضو يعني في الداتا هتقدر تجيب من كل محافظة إلى المحافظات الأخرى وكذا. فخلينا احنا هنفترض إن احنا هنمثل إني عايزين نعرف كل اللي جايين من المحافظات دي ورايحين إلى القاهرة، دول نمثلهم بطريقة الخطوط الانسيابية. إذا دي طبيعة الداتا اللي هتبقى موجودة عندي. طبعا لو عندي بقى أكتر من محافظة هقدر أدخلها هنا في أكتر من عمود، وأقدر أمثلهم كلهم على الخريطة وطلع كل محافظة منهم في لي اوت لوحده. طيب انا هنا بس هظهر، او مش لازم هنا اظهر اي حاجة خالص. اول حاجة هنعملها، انا عندي خريطة مصر كلها عبارة عن بوليجونز. انا اول حاجة هعملها ان انا عايز احدد بوينت داخل كل بوليجون من دول، بحيث ان البوينت دي هيكون هي النقطة اللي هيطلع منها اللاين ويوصل الى النقطة اللي انا هحددها في القاهرة، باعتبار ان الداتا بتقول اني عايزين نعرف المهاجرين من اي محافظة من دول اللي رايحين القاهرة. فانا هحول البوليجونز اللي قدامي دي كلها الى بوينتس. علشان هعمل الكلام ده هفتح عادي التول بوكس، وممكن من الريسيرش على فكرة هنا، فهاجي هنا في وليكن في التول بوكس، في الارك تول بوكس، وهاجي على داتا مانجمنت تولز فيتشرز. انا هنا بتعامل مع اشكال، وهقول له هنا فيتشر تو بوينت، فيتشر تو بوينت، هيحول لي البوليجون الموجوده عندي ديت، كل البوليجونز الموجوده دي الى نقاط. رايت كليك، انا طبعا شغال على ايجيبت مش على نهر النيل، اروح بس احفظها في المكان اللي انا هشتغل جواه. شارتس، اوكي، هسميه هنا بوينتس. سيف، اوكي. عظيم. ايه اللي حصل دلوقتي، او احنا ليه بنحول بوينتس؟ الموضوع ببساطة شديدة، أنا عايز أطلع خطوط من المحافظات، عايز أقول كل محافظة عدد المهاجرين منها إلى القاهرة. أوكي، فأنا معنى كده إن أنا عندي بوينتس هتمثل كل محافظة من المحافظات الموجودة. البوينتس دي هسميها مثلا ستارت بوينت، أوكي، والديستنيشن بوينت أو الإند بوينت بتاعتي هكون هي محافظة القاهرة. يبقى كل محافظة من دول أو كل نقطة من دول هيطلع منها خط يوصل إلى محافظة القاهرة. الخط ده سمكه بعد كده هيتناسب مع عدد السكان المهاجرين من هذه المحافظة إلى محافظة القاهرة. فعلشان كده دي أنا أول حاجة عملتها، إن أنا حولت البوليجونز اللي عندي إلى بوينتس، بحيث يبقى كل محافظة طالع منها بوينت واحدة دي اللي هيتحرك منها أو هيطلع منها الخط بعد كده. التيبل بتاع البوينتس طبقة جديدة هيبقى شكله عامل كده، في كل النفس اللي كان موجود في طبقة ايجيبت، لكن زاد عليه هنا الاوبجكت اي دي اللي هو الخاص بالبوينت، مفيش اي مشكلة فيه. ده اللي انا همثله، اللي هو
ده عدد المهاجرين من المحافظات المختلفة إلى مدينة القاهرة. طيب دلوقتي أنا كل بوينت في دول، نيجي بقى شوية كده نسترجع مع بعض القواعد اللي احنا كنا درسناها، او مش القواعد، البروبرتس او خصائص التوبولوجي زي ما كنا بنشرحه كده، وبنقول التوبولوجي بيبدا من البوينت ثم اللاين وهكذا. فعظيم، احنا هنا عايزين زي ما نكون بالظبط هنبني التوبولوجي بتاع البوينتس اللي احنا هنطلع للبوينتس ديت اكس وواي علشان نبقى عارفين موقعها بالظبط فين. عشان نعمل الكلام ده يبقى انا هضيف هنا في الجدول اعمده عمودين، عمود للاكس وعمود للواي. العمودين بتوع الاكس والواي دول اللي هم هحسب فيهم موقع او الاكس والواي بتاع كل بوينت موجوده عندي هنا بشكل سليم. اوكي، بهاجي هنا اقول له اد فيلد، وخلي بالك دايما ما تنساش الاد فيلد لازم يكون الايديتور اللي هنا ده مقفول مش شغال خالص. فاجي اقول له اد فيلد، وهنا هسميه ستارت اكس. start underscore x. ال start x لان ال points دي هي اللي هيطلع منها، هي دي نقطة البداية اللي هطلع منها الخط يروح للقاهرة. اوكي، انما لو انا هطلع من القاهرة يروح لهذه المدن هيبقى القاهرة هنا هي اللي هتبقى ال start x بتاعتي. هنا الداتا عندي هنا طبعا بالمتري، بالنظام المتري زي ما احنا شايفين، في طبعا بوينتس كتيرة، فانا هخليه float او اخليه دبل. دي start x، اقول له اوكي. وبعدين هروح اعمل فيلد تاني جديد، هقول له ستارت واي، ستارت اندرسكور واي، كل نقطة لها اكس واي، واخليه برضو دبل. اوكي، ممتاز جدا، هصغر بس كده شوية عشان يبان قدامنا. ماشي، الستارت اكس هنحسبه من الاول قبل ما نصعب الموضوع شويه. الستارت اكس هكليك رايت كليك عليها، اعلم على العمود كده ورايت كليك، وهقول له هنا كالكيولي جيومتري هنا، وهنا لاني شغال بالنظام المتري اهو هيقدر يحسب الاكس كوردينيت بشكل سليم. هقول له اوكي، هيدين هنا الاكس كوردينيت بتاع كل بوينت من البوينتس اللي انا عملتها. نفس الشيء هنا على واي، رايت كليك وهقول له كالكيولي جيومتري. هنا بدل ما باخد اكس بروح اختار واي وهقول له اوكي. اذا الخطوه اللي انا عملتها دي ان كل نقطه دلوقتي موجوده في البوينتس الموجوده عندي اللي هي بتمثل المحافظه ليها اكس وليها واي اللي هي عباره عن احداثياتها على الخريطه. طيب وهنا القاهره من ضمن ان انا عايز اطلع او اوصل الخطوط ليها. القاهره هنا من ضمن هدور عليها هنا، ادي القاهره هي دي، ادي الاكس وادي الواي بتوعها. القاهره هنا هي نفسها الديستنيشن، هي نفسها الاند بوينت او النقطه اللي انا عايز اوصل لها الخطوط. انا لما عملت سيلكت عليها هنا، ادي هنا عامل لها سيلكشن هنا في الشكل. طيب انا عايز اقول له بقى ان انا كل اكس وكل واي من دول توصل للاكس والواي بتوع القاهره. طب اعملها ازاي؟ هروح لازم اروح اضيف عمودين تاني اكس وواي بتوع القاهره اللي هما الاند بوينت بقى. هقول له اد فيلد اسميها مثلا اند اندرسكور اكس، اكس مش واي، واخليه برضو دبل لان هنا هاخد احداثيات القاهرة، واقول له اوكي. وهضيف كمان واحد اد فيلد هسميه اند واي اند اندرسكور واي، وبرده دبل وهقول له اوكي. اوكي، طيب هنا الاند اكس والاند واي هما مين؟ فين النقطة اللي كل الخطوط اللي تطلع من المحافظات دي توصل لهم؟ هي نقطة القاهرة. يبقى أنا عايز أحط في اكس هنا كل ده هياخد احداثيات القاهرة على اكس، وكل ده هياخد احداثيات القاهرة على واي. هجيب هنا اكس القاهرة هنا اهي، ادي القاهرة، ادي الاكس بتاعها اللي هو ده، رايت كليك واقول له كوبي، وهاجي عند العمود ده بتاع اكس اند اكس واقول له فيلد كالكوليتور، وهقول له هنا ده هيساوي القيمه دي اللي هي احداثيات القاهره على اكس.
بعد احداثيات سبت. نفس الكلام هاجي هنا على القاهرة واروح اختار احداثياتها على واي، رايت كليك واقول له كوبي، واجي على الفيلد اللي هو اند واي ورايت كليك واقول له فيلد كالكوليتور، وهقول له المرة دي هديليت ده وهقول له بيست هنا ده احداثيات القاهرة على واي، اقول له اوكي. خلاص كده يبقى انا حددت الستارت بوينتس بتاع كل نقطة طالعة من كل محافظة والاند بوينتس احداثياتها اللي هي توصل لي القاهرة. خلاص كده الداتا بتاعتي اصبحت جاهزة. هاجي هنا في نفس التول بوكس بتاع الفيتشر وهاجي اقول له هنا اكس واي تو لاين ورايت دبل كليك عليها. اكس واي تو لاين ان انا هو هبدا اخليه يقرا الاكس والواي اللي موجودين في طبقه البوينتس دلوقتي، هيبدا يقرا الستارت اكس والستارت واي ويبدا عشان يرسم خطوط منهم يوصلوا لغايه الاند اكس والاند واي. هنا بيقول لي انبوت تيبل، التيبل ده هيقراه من طبقه البوينت اللي هي اسمها بوينتس اللي عندي. اودي بس احفظه بقى الاوتبوت احفظه في المكان بتاعي، هسميه مثلا فلو تشارتس او فلو فلو لاينز. فلو لاينز اوكي. بعد بيقول لي ستارت اكس فيلد، هجيبه له من الجدول اهو ستارت اكس. ستارت واي اروح اجيب له ستارت واي. بعد بيقول لي الاند اكس اللي هو بقى احداثيات القاهرة اخر نقطة اللي هتوصل لها كل الداتا دي، والاند واي. الاند واي اهو اوكي. ونقف هنا شوية. هنا بيقول لي اللاين تايب، هل انت عايزه بنظام الجيودسي؟ هنا طبعا في شرح لكل واحد منهم، يعني على العموم احنا هنختار بس عشان ما نطولش شوية في هذا الموضوع، هنختار هنا الجريد سيركل عشان ما يبقاش الخط ماشي بخط مستقيم قوي. طبعا مساحة مصر برضو مساحة صغيرة، لو انا شغال على خريطة العالم الاقي الخطوط واخدة شكل سيركل فعلا او نص دايرة بشكل افضل زي ما احنا بنسمي الخطوط الانسيابية. هنا الى حد ما انصاف الدوائر دي مش هتبان قوي على اساس ان المسافات صغيرة ما بين المحافظات عندي. طيب لغايه كده احنا برضو ما خلصناش. هنا في حاجه هنا اسمها الاي دي اوبشنال. الاي دي اوبشنال هنا لازم ادخل له العمود او اعرف له الفيلد اللي انا هيحسب منه او هياخده في الاعتبار وهو بينشئ الخطوط الانسيابيه. الفيلد اللي عندنا اللي هو عندنا اسمه كايرو، ده اللي هو فيه بيانات السكان المهاجرين من المحافظات الاخرى الى القاهره اللي احنا قلنا جايبينه من التعداد السكاني. وهنا هقول له اوكي. هنا انشأ لي مجموعة من الخطوط، بدأ كل خط بادئ من البوينت اللي موجودة في المحافظة في اي محافظة جاية داخل مصر وبينتهوا كلهم فين؟ عند القاهرة زي ما احنا شايفين. اذا هذه الخطوط دلوقتي هي عبارة عن خطوط انسيابية بتمثل اعداد المهاجرين من كل محافظة من دول اللي واصلين الى القاهرة. طيب تعالى ممكن نقفل طبقة البوينتس دي او نخليها لو زي ما تحب مفيش مشكلة كده، او نخليها ظاهرة. هنظهر بس هنا الليبلز بتاع المحافظات عشان نبقى عارفين كل محافظة. هنا الليبل اوكي شو ليبل ماشي 10 وليكن ابلاي اوكي. احنا خدنا بقى السيمبولوجي، ممكن تحط له خلفيه بيضه بتاع علشان يبقى بس اكثر بروزا او وضوحا. هنا الو ماسك اوكي اوكي ابلاي. وهنا علمت على ليبل فيتشر عشان يظهرها على طول ابلاي بهذا الشكل مثلا اوكي اوكي. ادي اسامي المحافظات وادي عندي الخطوط الانسيابيه الفلو لاينز اللي طالعه من كل محافظه راحه لغايه مدينه القاهره. طيب
طبعا كل الخطوط زي ما احنا شايفين هي كلها واخده لاين، واخده سمك خط، سمك الخط واحد واللون واحد. هنبدأ ممكن نروح بقى هنا كده، نيجي هنا على وليكن كاتيجورايز، ونيجي هنا ممكن نقول له وليكن اد فاليوز مثلا كده ابلاي. المفروض ان هو كده مدي لكل خط لون حسب القيمة بتاعته. هنيجي هنا ممكن على يونيك فاليو او لا كوانتيتيز، نيجي هنا على جراديوال كولرز، نقول له هنا مثلا هنصنفهم بالعمود اللي هو اسمه كايرو اللي هو فيه بيانات المهاجرين، واقول له مثلا كده ابلاي. هيديني هنا ان كل واحد او كل فئة منهم بايه بلون، وهنا طبعا عدد الفئات والكلاسز تقدر انت تصنفها زي ما انت ايه عايز، ايا كان نشرة بريك او ايكوال انترفال او اي طريقة احنا خدناها قبل كده في عملية الاستنباط. وهنا او اقول له جراديوال جراديويتد سيمبل، وده طبعا الافضل. وهنا هيبدأ يجيب لي اختار برضو الفيلد اللي انا هصنف عليه اللي هو المهاجرين اللي بيوصلوا للقاهرة، وبيحدد لي اصغر خط سمكه قد ايه واكبر خط سمكه قد ايه، وبيديني هنا سمك مختلف للخطوط. لو قلت له كده ابلاي هيبدأ هنا يديني سمك مختلف للخطوط زي ما احنا شايفين حسب اعداد المهاجرين اللي بيجوا من كل محافظة الى محافظة القاهرة. هنا لو دوست على التمبلت ديت ممكن تيجي هنا كده تختار ان الخط ينتهي مثلا بسهم، هنا السهم هنا الارو ات اند، عايز السهم يبقى عند النهاية يعني كل الاسهم السهم ده راس السهم يبقى هنا وسط عند القاهرة، ولا عايزها في البداية. في العادة طبعا احنا في الفلو لاينز يبقى راس السهم بتروح عند النهاية، ممكن اكون عاملها كده، ممكن اعمل راس السهم بهذا الشكل عشان ما اعملش الدنيا زحمه قوي عند القاهره يبقى عامله كده كلها نقطه سودا. يبقى اخلي السهم في الايه في الاتجاه ده كده، واقول له مثلا اوكي جرب كده اوكي ابلاي. يبقى هنا شكل الايه الاسهم النسبيه الراس السهم او هنا اللي طالعه بتحدد اتجاه السهم رايح فين جاي منين ورايح فين بالظبط. واقول له هنا طبعا اوكي، ممكن تغير بقى تخش تغير الالوان زي ما انت عايز. المهم ان احنا بالطريقه دي عملنا خطوط انسيابيه. ممكن هنا لو قفلت الليبل بتاع الطبقه دي عشان بس الزحمه اللي موجوده، ادي هنا كده القاهره. ممكن انا هنا اكبر شويه البوينتس دي كده، ادي هنا كده القاهره، وادي دي ال 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 قيم المهاجرين او الفلو لاينز بتاعه المهاجرين اللي واصله لها من كل محافظه من المحافظات الموجوده في الجمهوريه. طبعا بقى تقدر تروح تعمل لها لي اوت، هتطلع لك بيه الدرجات بتاعه ال سمك الخط زي ما احنا شايفين اللي هو موجود في الفلو لاينز. وطبعا بقى تقدر انت عايز تعرض البوينتس دي، مش عايز تعرضها، عايز تعرض الليبلز بتاع المحافظات، يعني حسب ما يترقى ليك انت في عرض الايه في عرض او اخراج الخريطة زي ما احنا خدناها قبل كده. برضو هنا الـ كل خط من هذه الخطوط احنا دلوقتي مش عارضين اي قيم عليه، لكن الفئات موجودة هنا. لو انت عايز تعرض القيم الموجودة عليه هتروح من هنا رايت كليك وتقول له بروبرتيز، هتيجي هنا على الليبلز، هتشوف هو قاري الليبل منين. المفروض يكون قريب من الكولوم او الريكورد اللي فيه السكان المهاجرين. هنا فعلا قاري منه اهو، اقول له شو ليبلز، وبرده شوف عايزه باي طريقه. ممكن هنا احطه مثلا عند مثلا 1 بير ليبل بير فيتشر، اقول له مثلا اون ذا لاين ولا بيلو ولا اباف، مش مشكله زي ما انت عايز. هنا الاورينتيشن زي الصفحه ولا عايزه حسب اتجاه الخط، وات ايفر ابلاي. هنا ابلاي هيبدأ هنا يديني على كل خط الرقم او القيمة ايه بتاعته. برضو لو عايز تحط ورا الرقم يعني خلفية بيضة كده عشان يبان من الخطوط اللي تحت مفيش مشكلة، بنفس الطريقة هدوس على سيمبولوجي، وبعد كده هتضيف له هالو علشان يتحط ورا الخط من هنا. اوكي ابلاي
بهذا الشكل، فبيدينا هنا لو انت عايز تظهر قيم الخطوط بتاعت كل خط، ولو ان طبعا هي خلي الدنيا زحمة شوية زي ما احنا شايفين، فكل كده في كل الاحوال ده هيبان معاك، الفئات دي هتبان معاك في مفتاح الخريطة وانت بتعمل لها عملية اخراج او عملية لاي اوت. اوكي، يعني زي ما احنا شايفين وقلنا كده، احنا بهذه الطريقة احنا عملنا فلو لاينز او خطوط انسيابية بتحدد الهجرة او اعداد المهاجرين من المحافظات المختلفة الى محافظة القاهرة. ممكن هنا اغير في لون الخط بتاع المحافظات عشان يبقى مختلف شوية مع الفلو لاينز، هنا كده يبقى الفلو لاينز اكثر وضوحا، او نغير الالوان بتاعت الفلو لاينز، يعني اتس اب تو يو حسب ما انت بيتراءى ليك في عملية اخراج الايه الخريطة. هذه البوينتس صغيرة بقى شوية كده. اوكي، يعني اتمنى ان يكون الشرح كان مبسط، هو الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجة، واتمنى ان يكون وصل لكم بشكل جيد، وشكرا لكم.